من عام اتحاد المهندسين العرب. هذه الندوة اللي تقام سد النهضة من الناحية العلمية والفنية قيمة اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، ويعني نحاول من خلال هذه الندوة أوراق العمل والمناقشات وما يدور في هذه الندوة الوصول إلى توصيات ترفع للجهات المسؤولة في مصر والسودان وأثيوبيا على الاتحاد المهندسين العربي يستطيع أن يقدم شيء في هذا المجال. احنا راح نشوف من خلال الاوراق ما هي الايجابيات ما هي السلبيات. احنا ما نريد الحقيقه نستبق الامور، من خلال اوراق العمل والمناقشات راح نتوصل الى توصيات، تصاغ التوصيات وترسل الى المسؤولين في مصر والسودان واثيوبيا، يعني عسى ان الاتحاد يستطيع ان يساهم في ايجاد حل لهذه القضيه. لاي مشروع ايجابيات وسلبيات؟ طبعا لاي مشروع في ايجابيات وسلبيات، ايجابيات وسلبيات على البلدان اللي يعني هذا المشروع يأثر عليه سواء إيجابيا أو سلبيا. في حالة تفاقم السلبيات لدى مصر هل توجد بدائل؟ والله قلت لك يعني ما يعني احنا من خلال الندوة راح ان شاء الله نتوصل الى توصيات وراح نبعث لكم التوصيات، نبعث لكل وسائل الإعلام وللمسؤولين في الدول الثلاث.